سلام سلام، صباح النور الفل ياسمين. انا كنطيب البطبوط باش نفطروا ان شاء الله، وغندير لكم اون فيديو سبيسيال اليوم. المهم اليوم صباح الضوء مقطوع عندنا، تقطع مع غادي نشعل البوطه ديال الضوء. اذا شغلنا البوطه الصغيره اللي المغاربه كلهم عارفينها، وحنا غنطيبوا عليها ان شاء الله. ايوا البنات اعجبي ليا مسمن، انا غادي نديرو دابا يطيب. دابا عاد جانا الضو، دونك دابا جانا الضو ما نطيبوش في البوطه الصغيره، كنطيب المسمن البطبوط. بعدا طيب البطبوط والعسل اللي كندير بيو، ها هو كتشوفوه، كندير جوج كيسان ديال السكر، هما هادو جوج كيسان ديال السنيده، شفتوهم جوج كيسان ديال سنيدة، وكندير معاهم نفس الكيس هذاك الكاس، كنعمر جوج كيسان ديال الماء وحبات الملحه، وكنعصر عصرت جوج حامضات وخديت غير الماء ديالهم داكوغ. ودابا ان شاء الله انا غنطيب شاديه ديك البوطه باش نطيب المسمن. دابا شعلت هاد البوطه، البطبوطه وغادي يطيب ان شاء الله. والمسمن انا شعلت لي عاوتاني بوطه اخرى باش نسريو لحقاش شويه النهار غادي يدوز، ولكن هذه العروبيه ما عندناش مشكل يدوز النهار ولا ما يدوز الدنيا هانيه. البطبوطات ها هما بقاو ليا هادو، سمحوا لي ما كنعرفش انا بدا نقدم لكم السلام عليكم، وكي دايرين وكي صبحتوا، والله يعطيكم التيسير وليداتكم النجاح، هادشي ما كنعرفوش سبحان الله. وسمحوا لي انا نعاود نقول لكم لاباس كده. كنتمناكم تكونوا على خير، والله العظيم تكونوا على خير وبخير داكوغ. وهذا المسمن ها هو المسمنات، شفتوا صاوبتهم، ما هذا ما سجلتهمش معاكم، ولكن كلشي كيعرف يدير المسمن، ولكن هادو كيجيو رائعين، يمكن واحد النهار يكون خاطري عندي ونصاوبهم. واخا ها هما مسمنات وبطيبيطات، والبطبوط كيطيب والعسل بيو كيطيب. ايوا هادشي اللي كاين. دخلوا عندي قنوات جداد الحمد لله، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. واللي دخل عندي اول ما كيصيفط ليا ان كومونتير، راه كندخل عنده كنشوف ليه لي فيديو ديالو، وكنتمتع بلي فيديو وكنستافد. كي كنقول لكم ماشي غير كنخليهم يدوزو، كنجلس كناخذ وقتي، كناخذ واحد الوقت دايره امبلوا، دايره واحد الزمان باش كنشوف لي فيديو ديال الناس، والحمد لله حنا كنستافدوا معاكم داكوغ. دونك اي واحد صيفط ليا غير كومونت كومونت، انا كنشوف لا فيديو ديالو كنفهمو بان راه ابوني عندي، وكنتابونا عنده. بغيت نقول للناس اللي هما كيشوفوا لا فيديو ديالي، بحال دابا حطيت فيديو ما كيكونوش هما داروا اون فيديو، هاد الناس كنقول لهم بانني انا كنشوف لهم لي فيديو قدام، لي فيديو القدام كندخل لهم وكنشوف اش فيهم، وكندير لهم لايك وكندير لهم كومونتير. دونك حتى نتوما هادي ما نحطش انا، رجعوا لي فيديو ديالي قدام وتفرجوا فيهم وديروا لهم كومونتير وديروا لهم لايك. كنتمنى الناس اللي هما عاد غادي يتابوناو عندي يعرفوا بانني استغفر الله العظيم ولا ازكي نفسي على الله، بانني انسانه جديه. نعم الا قلت لكم كنتفرج، ولا قلت لكم يعني راني ابوني عندكم، راني ابوني عندكم، وهذا الشيء انا ما مرغم عليا حتى شي واحد هذا الشيء، ولكن انا بغيت وكنحب هذا الشيء، وما نضرت هاد لاشين يوتيوب حتى زعما حبيتها، وكنتمنى بان وكنخلي ديما التليفون ديالي. علاش اي واحد بغى يدخل معايا في الواتساب مرحبا به، نتحدثوا نهضروا اي حاجه، انا ما عنديش مشكل اللي بغى يدخل معايا في الواتساب داكوغ. دونك نخدموا ان شاء الله بصدق امانه، واي واحد شاف لينا لا فيديو يحاول يدير لايك وان كومونتير. ولو كومونتير شي اللي قلتي لي هاد لي ما مزياناش، مزيانه انا نبغيها، نتوما غير نكون لي نهضروا زوين ونكونوا حباب ونكونوا صحابات داكوغ. يلا نخليكم على ما نبغي نطيب الرغيفات. ها البطبوطه شدات لي شويه الوقت لحقاش المقله عدتها في الضو، ولكن هادي هاي هادي شوفوا هادي كي دايره، هادي شتا
هي اللي طابت غير في غير في غير في البوطه الصغيره، شفتوها اللي طابت هي في البوطه الصغيره، ماشي مشكل. المهم عندنا وحده زوينه سبيسيال، غادي يجي عندنا المعلم غادي يصاوب لينا هاد لي زيتانجير. شفتو هنا هنا غادي يدير واحد ليطانجير طويل، انا غنكحل باش تشوفوا كيفاش غادي تجي. غتجي من الراس حتى للراس، هذا الراس غتجي حتى للراس باش نبداو نحطو عليها المعن. كي قلت لكم ديك النهار الكوزينه مازال خصنا فيها المعنات ومازال عندنا فيها بزاف الحوايج خاصنا، ولكن الحمد لله الحمد لله الانسان كيبدا بوالو كيكبر بحال وليد الصغير كيتزاد من كتشمو شويه بشويه، ها هو هو كيكبر داكوغ. ايوا هادشي بغيت نقول لكم على ما نوجد، انا غادي نرجع معكم. صباحكم مبروك ان شاء الله. ها انتم انا كنطيب المسمن، انا قلت لكم ما وريتكمش كيفاش درت ليه، ولكن راه غادي يجي زين بحالكم يا الزينين يا الحباب. والعسل هو كيطيب شفتوه، الكشكوشه غادي يبقى يطيب حتى الكشكوشه ما تبقاش، هاد الكشكوشه ما تبقاش فيه واللي اللون ديالو غادي الاحمر دوري. ماشي مشكل، حنا راه دابا عندنا الضو، اها كنطيبو بالضو صافي. لا خدام الحمد لله البوطه خدامه، فاش كنمشي علينا الضو دابا رجع صافي. ايوا هادشي اللي كاين، حنا كنطيبو كما شوفوا لالا البوطه هي كتنفخ. البوطات نفخات شتو يا العيش في العربية زوين، غير هكا ما كيكونش الناس اللي حنا دابا كنجيو غير نوفا نوفا. كنقرصو رقيق، كنبغيش انا غليظ بزاف شتو، وهكاك وكيتنفخ ليا. شدي ليا شدي ليا تبعيني تبعيني. ملي كنديرها هنا كنبقى ندير هنا هكا شتو باش كنلقطها. تبعوها بصبعكم هكا صافي، تبعوها بصبيعاتكم وصافي. البوطة ديالنا اللي شفتوها قبيلة ها هي نفخات، حاول نسدها من هنا نتوما غتشوفوها هي غادا تنفخ. شفتوها هاي شفتوها هاي كتقول يا مي إلا البطبوط تنفخ ليك عافيه طايب. ايوا كي قلت لكم راه حتى واحد ما كيعلمش شي واحد، الحمد لله والدينا عندنا معلمينا ومعلمينكم، الله يخليهم لينا ويخليهم ليكم داكو. يلاه هذا هو العسل، نتوما كتشوفوا الكشكوشه مازال فيه، بس الكشكوشه ما تبقاش فيه شفتوا، ها ولكن بدا كيصفات شفتوا، خصو غير يولي شويه يتغير اللون ديالو، ها هو صفات ولا خدا اللون الحامض اللي حنا عصرنا فيه، ودابا غادي يولي شويه حميمه بحال كتعرفوا هاد اللون، هاد اللون شتوه هاد اللون، ايوا بحالو خصو يولي هاد الحموره هادي شويه شويه ماشي بزاف، باش الا ولا بزاف غادي يولي كراميل داكو. ايوا هادشي اللي كاين، ومن بعد غنوريكم الميدار الفطور وكلشي كلشي بيو كلشي طبيعي كلشي ديال الدار اللي كنصحكم به وكنصح راسي به قبل ما نصحكم. نبعدو على الماكله ديال الزنقه سورتو، الا بغينا ناكلو خصنا نختارو المحلات اللي هما يا زوينين، ولا نشوفو العيادات المزيانات النقيات اللي كيعرفو يعجبو المسمن يصابوه لينا. كاينين المراه اللي كتكون خدامه ما عندهاش الوقت فهمتوني، عندها بحال هاد المشاريع اللي دايرين هاد البنات ديال البطبوط والمسمن الله يجازيهم خير، خص يكون غير النقا النقاء هي الحاجه اللي كتكون مهمه. شوفوا انا يدي كيفاش ولاو جاليل والتلاء، النقاء النقاء هو ضروري فهمتوني صافي. وكلوا من عندهم، ولكن نعرفوا المحلات ونمشيو عندهم
وكاينين البنات اللي داخلين في اليوتيوب باكي يبغيو اللي يطيب ليهم. المهم باش وليداتنا ما ياكلوش شي حاجه مسخه. شفتوا هاي الكسكسه تقريبا قريبه تمشي، وغادي نحطو ان شاء الله نزيد شويه وغادي نحطو. ايوا هذا الشيء اللي كاين. صباحكم مبروك ان شاء الله، الله يعاونكم. ايوا يا البنات نهار زين ومشمش ومشمش، وان شاء الله اليوم غنوريكم واحد الحاجه زوينه. من بعد لا فيديو ديال الفطور غندير واحد لا فيديو زوينه ان شاء الله نوريها لكم. راه المويطيشه شفتوها، راه المويطيشه شفتوها، ايوا المويطيشه ولا الحامض. وغندير واحد لا فيديو غنوريكم واحد الحاجه زوينه ان شاء الله غنديروها الى قسم الله. وهذا فطورنا هالمسمن، هانتوما شفتوه الملاوي والبطيبيطات ما شهيتكم حقا، ما وريتكمش كيفاش عجنت لحقاش انا اللي فقت، كان كلشي ناعس ما عنديش كيفاش نشجر وندير. وهذا الا بغينا نسميوه ان سيرو تقريبا عسل بالحامض بيو. هذا لو شوكولا لحقاش كنهضر لكم على ما تاكلوش الحاجه الزنقه، ولكن حنايا شريناه هو شويه غالي، هذا احسن من داك اللي كيبيعوا شويه رخيص. وهذه لا كونفيتور لحقاش الدراري عندنا ضروري تشري لهم شي حاجه. وها بلادنا ديالها تاي هانتوما كتشوفوا ان شاء الله ميتنا في الفطور بحال ميتكم، وميتكم حسن من ميتنا من الميده ديالنا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه في التعاليق، راه ما كنعرفش نكتب بالعربيه، راه كندير مجهود كبير باش نكتب لكم، يعني ما تعيبوش على العربيه ديالي، كندير واحد المجهود لا مجهود لا يتصور. هذه كنت ديما كنبغي نقولها لكم، هذا براد مسوس وهذا براد حلو. ايوا هذه ميتنا في الفطور، وكي كنقول لكم ميده ديالكم احسن من ميتنا. ومرحبا بكم عندنا، وتليفوني عندكم، الله يعطيكم الستر. اتصلوا بيا الا كاين شي نوفو، الا كتعرفوا شي حاجه على اليوتيوب وانا ما عرفاهاش. شكرا لكم، صباحكم مبروك، الشهيه طيبه ان شاء الله.